أرجوحتي منصوبة في الساحة، يمر وقتي فوقها بمتعة وراحة. نحو الأعلى ترتفعين، نحو الأسفل تنخفضين، لا أشكو معها من ملل حتى لو أمضيت سنين. ولكنها ليست أرجوحتك، إنها أرجوحة الجميع، ده غيرك يلعب أيضا. فالأرجوحة الثانية معطلة. عندما أشعر بالملل سأنزل وستلعبون جميعا. لما أنت غاضبة؟ ولكنك تقول إنك لن تشكو الملل حتى لو أمضيت سنين. هذا ما تقوله الأغنية، أما أنا فسأشعر بالملل. وماذا سيفعل الآخرون ريثما تشعر بالملل؟ فليتسلى كل منهم بأمر ما. هيا هيا ادعي الدور. ستلعبون. وحيد، كنت أظن أنك ستتخلى عن الأرجوحة لمن هم أصغر منك، ولكنك استأثرت بها لنفسك. ألا تخجل من نفسك؟ ولكنني أريد اللعب. لست وحدك من يريد اللعب، الجميع يريدون ذلك. لا تكن أنانيا. نعم. أكان حضورك الآن ضروريا يا عم أبا غانم؟ سامحك الله. هيا العبوا. نعم. بالدور. تفضل، يبدو أنك جائع جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد فطيرة ساخنة في أسرع وقت ممكن، فأنا جائع ولدي عمل مهم بعد ربع ساعة. حسنا، سأعطيك فطيرة من فطائر وحيد لكي لا تتأخر، فليس لدي فطائر ساخنة. لا، لن أسمح بذلك. لا تخف، ريثما تلتهم الفطيرتين أكون قد سخنت لك الثالثة. سخني له. ولكن لدي عمل مهم. اذهب إلى عملك ثم تعال لتناول الطعام. لم أكن أعلم أنك بخيل إلى هذا الحد، ألا تخجل من نفسك؟ أعطي جميل فطيرة من عندي. سامحك الله يا عم أبا غانم، ما الذي جاء بك الآن؟ لوحتي منصوبة في الباحة، وضعت ألواني عليها. ترلل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 ل
وحيد أعطني قلما. وأنا أيضا أريد أن أرسم. أعطني قلما. وأنا أريد أن أرسم. فات الأوان، أنا في حاجة إليها جميعا. لم أكن أتوقع أنك بهذه الأنانية، ألا تخجل من نفسك؟ هذا ما كنت أتوقعه. خذوها تفضلوا، لا أريد أن أرسم، لا حاجة إليها. هل أنتم مسرورون الآن؟ لماذا يتصرف هكذا؟ أصبح أناني. الألوان الكيماوية ثلاثة ألوان رئيسية، هي اللون الأحمر واللون الأصفر والأزرق. هل تعرفون الفرق بين أنواع الألوان الضوئية والكيماوية؟ مزج الألوان الضوئية الرئيسية يعطي اللون الأبيض، خلط الألوان الرئيسية الكيماوية يعطي البني. مرحبا، سأحدثكم بعض الأشياء عن انعكاس الضوء. عندما يرتد الضوء عن سطح ما نقول إنه انعكس.
السطوح الملساء الصقيلة تشكل عاكساً جيداً للضوء كالمرآة، فإذا وجهنا إليها حزمة الأشعة هذه تبقى الحزمة المنعكسة ضيقة نوعاً ما، وإذا كان سطح المرآة غير مستو فإن الأشعة المنعكسة تتناثر في كل الاتجاهات. أما الأجسام الشفافة كالزجاج فإنها تعكس جزءاً من الضوء والجزء الآخر ينفذ من داخلها. والآن ما رأيكم في هذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أزعجك أحد؟ الجميع ولا سيما العم أبو غانم، إنه يقف لي بالمرصاد وكأنني عدو له. هل يمكن أن تشرح المشكلة لي بالتفصيل؟ كلما فعلت شيئا صار الجميع يرغبون في فعله، أنزلوني عن الأرجوحة وأكلوا فطائري وأخذوا أقلامي. لدي حل لمشكلتك، سأكون لك من الشاكرين. أمسك هذا. ولكن ما هذا؟ اضغط على هذا الزر فيصدر الجهاز موجات صوتية تجعل الجميع ينامون. وأنا ألن أتأثر به؟ ضع هذا على أذنيك فلن تتأثر. أرجو لك التوفيق. شكرا. انتباه انتباه، جاءنا الآن هذا الخبر العاجل. في الساعة 7 من صباح هذا اليوم تصبحون على خير. الأفق الواسع يدعونا كي ننعم فيه الأبصار، سبحان الخالق أبدعه، انظر واكتشف الأسرار، أسرار جمال أخاد حسن يسترق الأبصار، لوحات شتى يستوحي رسام منها الأفكار. الأفق الواسع يدعونا كي ننعم فيه الأبصار، سبحان الخالق أبدعه، انظر واكتشف الأسرار. في يوم من أيام الصيف الحارة خرجت عائلة الأصابع إلى بحيرة صغيرة كي تصطاد. أتخيل أن المطر يهطل علينا الآن فنتخلص من هذا الحر الشديد. تخيلي شيئاً معقولاً، نحن الآن في منتصف الصيف. أتخيل أن مظلة كبيرة تمتد فوق رؤوسنا لتحمينا من أشعة الشمس. أحسنت يا سبابة، لو أن الجميع كان لهم مثل خيالك لحلت جميع مشكلاتنا. وأنت يا بنصر، ألا تريد مشاركتنا في التخيل؟ أتخيل أنني أصطاد اليوم حوتاً كبيراً. حوتاً كبيراً؟ كيف للحوت أن يعيش في بحيرة صغيرة مثل هذه؟ فالحيتان تعيش في البحار والمحيطات يا أخي. أتخيل 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 وحسب. تخيلوا أشياء معقولة، تخيلوا أننا اصطدنا سمكة مثلاً. مستحيل، ماذا تقول؟ هل تحلم؟ تريد اصطياد سمكة دفعة واحدة؟ ما رأيك أن تصطاد نصف سمكة في هذه المرة والنصف الباقي في المرة القادمة؟ أرجوكم لا تسخروا علينا أن نتخيل أشياء معقولة. إذا كانت معقولة هل يصبح هذا تخيلاً؟ وبقيت الأصابع تتناقش وتتشاجر إلى أن بدأ المطر يهطل. هل رأيت يا وسطى؟ تحقق ما تخيلته. انظروا، إن سنارتي تتحرك، أظن أنها سمكة كبيرة. إنه حوت، ألم أقل لكم؟ اهربوا. هذا مستحيل، ماذا تقولون؟ لا أثر للحيتان في هذه البحيرة، تخيلوا أشياء معقولة.
شكرا جزيلا، سآكل حتى أشعر بالتخمة، ولن يأخذها مني أحد، لا جميل ولا غيره. إلى اللقاء. ناموا ناموا وأنا أرسم، ملكي كل الأقلام، أرسم كل اللوحات، أرسم نهرا، أرسم جبلا، أرسم بيتا أو عصفورا أو أرجوحة. تذكرت الأرجوحة. نوما هنيئا. ألا تخجل من نفسك؟ إنه يهذي. أرجوحتي أرجوحتي منصوبة في الساحة، يمر وقتي فوقها بمتعة. مرحبا دكتور. أهلا، ما قصتك؟ أعاني قلة النوم، ولم أذق طعم النوم منذ أكثر من 4 أيام، وأظن أن السبب هو كثرة تناولي للقهوة والشاي. واضح. في الصفحة 1123 من كتاب الطب نجد التالي: لابد أن يحصل كل البشر على قدر معين من النوم يوميا. في الصفحة 567 من كتاب آخر: ينام معظم البالغين ما بين 7 ساعات و8 ساعات كل ليلة. أوجز يا دكتور، أرجوك ما الحل؟ اسمعني لحظة. في الموسوعة الطبية يذكر أن الأشخاص الذين لا ينامون مدة تزيد على 3 أيام يجدون صعوبة كبيرة في التفكير والرؤية والسماع بوضوح، ويعاني بعضهم هلوسة يشاهدون في أثنائها أشياء لا وجود لها في الواقع. وفي النهاية أنصحك ألا تشرب مقدارا كبيرا من القهوة والشاي، وأنصحك بتناول المأكولات الصحية وممارسة التمرينات الرياضية والذهاب باكرا إلى الفراش. هل فهمت؟ موضوعنا اليوم هو الأسس العلمية لحلقة البحث. عندما نحضر بحثاً حول أي موضوع علينا أن نفكر في عنوان الموضوع ملياً، فإذا اخترنا موضوعاً عن العدوى فعلينا أن نحدد أي نوع من العدوى هي. هذه هي الخطوة الأولى. عدوى الضحك مثلاً. نعم. أو عدوى التثاؤب. يبدو أنك لم تنم جيداً البارحة، أكمل أنت. نعم، وبعد أن نحدد الموضوع نبدأ بالبحث في المكتبة عن كل الكتب التي تتحدث عنه. ما بك أنت أيضاً، نشاط أكثر. ونأخذ من هذه الكتب الأفكار التي تتحدث عن الموضوع. ثم ننظم الأفكار التي نريد التحدث عنها في بحثنا، وفي نهاية البحث نثبت أسماء كل الكتب التي استعنا بها في بحثنا. ماذا أصابكم؟ بدأت المشكلة من نمانم الذي تثاءب في بداية الدرس، فأصابتنا العدوى جميعاً. حسناً، لتطبيق ما تعلمناه اليوم عن حلقة البحث سيكون واجبكم للدرس القادم كتابة بحث عن القمح. أما أنت يا نمانم فسيكون موضوع بحثك عدوى التثاؤب. رسمت بكل الأقلام وأكلت جميع الفطائر، مللت من الأرجوحة، ماذا سأفعل الآن؟ سأوقظ الآخرين وأدعوهم إلى اللعب. محمود، عم أبا غانم، لولوة، استيقظوا. يا إلهي، ماذا سأفعل الآن؟ أشعر بأنني في صحراء. ناصر، استيقظ أرجوك. لا أجد أحدا أكلمه، أشعر بالوحدة والملل والحزن وكل الأشياء المزعجة. لماذا فعلت ذلك؟ لا يحل هذه المشكلة إلا فهيم. يا أيها الصياد، تغدو لكي تصطاد، تأتي بأسماك يحبها الأولاد، يحبها الأولاد. يحبها الأولاد. تصحو مع الفجر، تمضي إلى البحر،
البحر بالشبكة، تلقونها في البحر في الليل قبل الفجر. كنتم يدا ويدا لم تتعبوا أبدا، أخلصتم الجهد ونلتم السعادة. كنتم يدا ويدا لم تتعبوا أبدا، أخلصتم الجهد ونلتم السعادة. ولتشكروا الرحمن من علم الإنسان كل الذي قد كان، كل الذي قد كان. يبلغ وزن الحوت الأزرق نحو 136 طناً، أي 136 ألف كيلوغرام، لأن الطن الواحدة هو 1000 كيلوغرام. ويقارب وزن الحوت الأزرق وزن 28 فيلاً إفريقياً كبيراً. وصفية الصحفية من قناة مدينة المعلومات الفضائية. أنا الآن في واحدة من أكبر غابات إفريقية، ويتجمع حولي عدد كبير من الحيوانات المختلفة ستحدثنا عن أسرار التغذية وطرائق محافظتها على رشاقتها. هل تعرفون اسمك؟ أنا حمور. تشرفنا سيد حمور. هل من الممكن أن تخبر السادة المشاهدين عن سر رشاقتك وسرعتك؟ نعم، يعني يكمن السر في الأعشاب الخضراء التي أتناول منها 3 وجبات يومياً، لذلك أعد من الحيوانات العاشبة. أشكرك. بالتأكيد أعزائي المشاهدين، السيد الأسد غني عن التعريف. سيد أسد، من المعروف عنك قوتك وحيويتك، وبالتأكيد كل المشاهدين متشوقون إلى معرفة السر في ذلك. اللحم ثم اللحم ومن ثم اللحم. وكما تعرفين أنا أمتلك أنياباً وقواطع قوية كي تساعدني على مضغ الطعام، ولذلك يعدونني زعيم الحيوانات اللاحمة، فأنا أستطيع ابتلاع أي فريسة مهما كان حجمها. انظري. لا تخافي، كنت أمزح. أستاذ فيل، ما أكثر أنواع اللحوم التي تفضلها؟ دعيني أصحح لك، فأنا لا أتناول اللحوم، أنا من الحيوانات العاشبة. شكراً لهذا التصحيح. هل تريد أن تضيف شيئاً آخر؟ أريد أن أهدي أغنية سنين وأنياب إلى الفيلة أبناء عمومتي وأخوالي وأبناء عماتي في الغابات الاستوائية، وأن أقول لهم إن التلفاز الملون قد وصل إلينا، ونحن في انتظار أن يرسلوا إلينا الحاسوب. ابن عمكم فيول، وسوف نراكم قريبا. شكرا لك. شكرا سيد فيول. سيداتي وسادتي، كانت معكم وصفية الصحفية من وسط الغابات الإفريقية. عم فهيم. يا إلهي، إنه نائم أيضاً. ماذا سأفعل الآن؟ لابد أن الموجات الصوتية تأثرت عليه. وحيد، ماذا تريد؟ الحمد لله، هل صحوت؟ نعم، لابد أنك تريد إقفال جهاز النوم. الحياة صعبة جدا من دون الآخرين. حسنا حسنا، لا تقلق. هيا 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 هيا. قلت لك لا تقلق. خبر عاجل. في الساعة 7 من صباح هذا اليوم، تمكن العالم الكبير فهيم، فخر مدينتنا، من اختراع آلة جديدة تجعل الإنسان ينام. 7 8 9 10. هيا تعال يا وحيد، لقد جاء دورك.
لا لا، تفضل يا محمود. شكرا، أعطي دوري واحدا آخر لأنني أشعر بالجوع وسأذهب إلى المطعم لتناول الطعام. لحظة، لدي عدد من الفطائر، تناول منها ما تشاء. ما الذي جرى؟ كيف تخلصت من أنانيتك بهذه السرعة؟ اكتشفت أنني أخجل من نفسي عندما أكون أنانيا. الحمد لله. دوري 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 دوري. الدور. جاء دوري أنا.